السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد لقناتنا، قناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا بهذا الفيديو راح أتكلم عن انفصال عملة تيرا لونا كلاسيك على عملة تيرا لونا 2.0 أو عن دوك وان. قبل ما نبلش الفيديو بتمنى أن تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، راح أترك لك الرابط أسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم مع أصدقائي لبعد الأندرو. طبعا أصدقائي، أعلنت شركة تيرا ريبلز لانش عن انفصالها عن دوك وان وبناء مجتمع يسمى تيرا ريبلز أو تيرا ستيشن. طبعا أصدقائي، شو وظيفة موقع تيرا ستيشن؟ وظيفة موقع تيرا ستيشن هو عن طريقه بتقدر تدخل وتصوت على مشاريع العملة المستقبلية. مثلا اذا كان عندي شراكة ما بين عملة تيرا لونا كلاسيك او منصة باينانس، راح يتم استطلاع رأي الجمهور عن طريق موقع تيرا ستيشن، ونقدر عن طريق هذا الموقع نصوت للمشروع. طبعا حسب الاغلبية بيتم الموافقة. مثلا اذا حبيت صوت على اي مشروع من المشاريع التالية، يعني مثلا عندي هذا الخيار هو اللي هو تغيير اسم عملة تيرا لونا كلاسيك الى كلاسيك لونا. في حال تمت الموافقة على المشروع فبيتم تبديل اسم عملة تيرا لونا كلاسيك. نقطة ايجابية وانفصال رائع عن دوك وان وعملة تيرا لونا 2.0. شو بالنسبة لعملة تيرا لونا او تحليل عملة تيرا لونا؟ عندي حاليا ترند صاعد للعملة، لمسنا بالترند انهيار كبير اليوم بسوق العملات المشفرة او انخفاض كبير، خفض بيتكوين تقريبا 200 دولار، لمسنا هاي المنطقة وحاليا نحن في حالة ارتداد. هدفي الان هو ملامسة القمة السابقة او المقاومة القادمة اللي هي بتكون عند منطقة 0.3 اصفار 19، يعني عندي مربح بيصل الى 17% في حال استثمرت ودخلت بالعملة من السعر الحالي. طبعا اي استثمار او اي مضاربة حاليا لازم تلتزم بالستوب لوز. اذا بدك تدخل حاليا بعملة تيرا لونا كلاسيك، الستوب لوز لازم يكون عند منطقة 16، اي اغلاق شمعة 4 ساعات اسفل منطقة 16 راح نشكل قاع جديد لعملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا ايقاف السحب والايداع على عملة تيرا لونا كلاسيك عن طريق منصة باينانس. طبعا منصة باينانس وقفت السحب والايداع على عملة لونا كلاسيك وعلى عملة يو اس تي كلاسيك. طبعا تم ايقاف السحب والايداع عبر جميع الشبكات. عندي عملية الحركة الثانية لعملة تيرا لونا كلاسيك على منصة باينانس، راح تكون باحتساب ضريبة الحرق والتداول من تاريخ 30/11 الى 30/12، يعني الشهر كامل راح يتم احتساب ضريبة الحرق، وبعدها يتم الحرق في يوم 2/1/2023. اخر عملية حرق قمنا بحرق 6,389,000,000 قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك. ايقاف 10 ايام عن طريق السحب والايداع، هذا راح يؤدي الى انخفاض الفوليوم وانخفاض رسوم الحرق، وهذا الشيء راح يسبب بانخفاض عدد القطع المحروقة. طبعا عندي الفوليوم ممكن يرتفع على عملة تيرا لونا كلاسيك بسبب قرار الفائدة، راح يكون بعد 10 ايام او بعد اسبوع من الان راح يتم اصدار قرار الفائدة، واذا اصدر قرار الفائدة بنسبة 50 نقطة اساس فمن الممكن سوق العملات المشفرة يرتفع بشكل كبير، ترتفع كمان عملة تيرا لونا كلاسيك، وهذا الشيء بيؤدي الى ارتفاع الفوليوم وزيادة في حرق قطع عملة تيرا لونا. اصدقائي، بكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.